وللمزيد من التحليل ينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد. سيد رائد، في ظل التفاؤل إزاء المزيد من الإجراءات التحفيز الأمريكي، وتوقعاتك للاجتماع الفيدرالي الأمريكي في ظل هذه الظروف؟ طبعا الاجتماع الفيدرالي الامريكي ننتظره يوم غد، النتائج انطلق الاجتماع من اليوم. الانظار تتجه نحو مزيد من التحفيز من النقدي من قبل الفيدرالي الامريكي. لم يكتفي الفيدرالي الامريكي ببرامج التيسير السابقه، ومن المتوقع ان يقوم بتوسعه جديده في هذه البرامج لدعم وتحفيز الاقتصاد بشكل اكبر، وابقاء اسعار الفائده عند مستوياتها الصفريه الى 0.25 بنقطه اساس. لكن النقطة الأهم أن الفيدرالي الأمريكي بحاجة أيضا إلى السياسات المالية، وبالتالي حزمة تريليون دولار الجديدة التي يتم التحدث عنها من قبل الكونغرس الآن ويمكن أن يتم طرحها، سوف تسبب دعما للأجور المتراجعة وتعويض لهذه الأجور، وبالتالي تحفيز الاقتصاد. الأمور مرتبطة بشكل كبير بفيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي كل ما يتم بذله حاليا هو للإيقاف النزيف الحالي في وضع الاقتصاد، ونرى ذلك كيف ينعكس على عدم جاذبية السندات الأمريكية وتراجع الدولار الأمريكي لطلب مزيد من التحفيز إن صح التعبير، وأيضا يعني تراجع العائدات لبعض السندات المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى منطقة سلبية، وهذا يعتبر يعني لا يوجد ملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين، ولا يوجد خلينا نقول الفرصة الخالية من المخاطرة، وبالتالي الضغط أكبر الاتجاه الاستثمار أو بحث عن الفرص، وهذا يترجم الارتفاعات التي نشهدها والتذبذب الواسع الذي نشهده على أسواق الأسهم. نعم، في ظل ما ذكرت، ما السيناريوهات المتوقعة للدولار الأمريكي؟ يعني الدولار الأمريكي من المتوقع هو 7 جلسات على التوالي من التراجع، مزيد من الضغط مقبل على الدولار الأمريكي في الفترة القادمة بنتيجة توقعات أو تطلبات أكبر من برامج التحفيز. نحن يعني في حالة غير مسبوقة حاليا من الإفراط في التحفيز، ولكن له جانب سلبي أيضا الإفراط في التحفيز ينظر إليه الفيدرالي على المدى المتوسط إلى الطويل، وهو خروج التضخم عن السيطرة بنتيجة البرامج التيسيرية الضخمة، وقد يسبب ذلك ما يسمى بالهايبر انفليشن او التضخم الجامح، وهذا ما لا يريده الاقتصاد الامريكي في الوقت الحالي. نعم، ايضا اليوم شهدنا تراجع في اونصة الذهب، يعني ما زالت عند مستويات 1900 لكن تراجعت بنسبة قليلة، ما تقييمك للذهب؟ يعني تراجع للذهب بعد مشوار صاروخي قطعه بلا شك هي عمليات جني ارباح تحدث حاليا. بعض الاخبار التي صدرت انه تراجع مشتريات الصين على مستوى شهري بحوالي 38% فيزيكال يعني او حقيقة شراء الذهب، ولكن ذلك يبقي الذهب عند مستويات عادلة للاستقرار قرابة 1930 دولار للأونصة، وهو ليس ببعيد عن القمة السابقة. أعتقد 2000 دولار ممكن للتحقق خلال تعاملات فترة قصيرة نسبيا، وممكن أن يتجاوز هذه المرحلة، لأنه الذهب لا يدر عائد، ولكن في نفس الوقت هو بديل للاستثمارات الأخرى التي كما ذكرنا السندات التي هي في المنطقة السلبية عوائدها، بالتالي يبحث المستثمرون عن حفظ للقيمة في الوقت الحالي. نعم، أسعار النفط أيضا اليوم كانت تحاول أن تحافظ على مكاسبها في الجلسات السابقة، برأيك ما أهم العوامل التي ستؤثر على تحركات النفط في الفترة المقبلة؟ يعني كما ذكرتي منذ قليل ارتباط كبير بحالات كورونا والوضع الذي يفرضه على الاقتصاد، وبالتالي مستويات الطلب العالمي. إذا كانت الأفاق سلبية نوعا ما في الفترة القادمة فيما يتعلق بأسعار النفط سوف تكون مرتبطة بهذا الأمر. العامل المحفز الوحيد اللي ممكن يدفع أسعار النفط بالاتجاه صاعد هو ضعف الدولار الأمريكي الذي ممكن أن يقيم السلع بشكل أعلى في الفترة القادمة، وقد يدفع أسعار النفط للارتفاع. جانب آخر أو هو يعني مزيد من التخفيضات، وهذا مستبعد في الوقت الحالي أعتقد من ناحية المعروض النفطي، بالتالي الأنظار تتجه إلى الطلب، والطلب الذي لا يزال يعني غير متعافي بشكل كافي هو عند 90 مليون برميل، بينما المعروض عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، وهذه الفجوة لا يتم إغلاقها بشكل سهل إذا لم يتم إيقاف الفيروس نوعا ما أو تقليل حالاته.
نعم، أيضا هناك تحسن في البيانات الاقتصادية لبعض الدول الأوروبية، يعني برأيك هل يعتبر هذا مؤشر على بداية تعافي الاقتصاد الأوروبي؟ يعني هذه المؤشرات التي صدرت هي مؤشرات شهرية، تحسن عن الشهر الماضي الذي هو كان سيء أساسا. بالتالي يعني إحنا لا نزال في وضعية سلبية جدا. التصريحات التي صدرت على البنك المركزي الأوروبي عدم بدعوى عدم توزيع التوزيعات النقدية، هذا بحد ذاته يعني تجهيز لفترة مقبلة سلبية قد تكون أكثر ضبابية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي وأكثر ضغطا. بالتالي من المتوقع أن يكون بعض التصحيحات في القراءات الاقتصادية لكنها لا تعكس المين ستريت أو الواقع الحقيقي الذي يحدث حاليا. هناك ضعف كبير في الاقتصاد الأوروبي وفي مرحلة هشاشة واضحة تحتاج برامج تيسيرية نقدية ومالية، والدفعة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها ب 750 مليار لا أعتقد ستكون كافية للنهوض بالاقتصاد الأوروبي مرة أخرى. نعم، ما زلنا في أوروبا، يعني البنك المركزي الأوروبي دعا البنوك بتجميد صرف أي توزيعات نقدية للمساهمين، تعليقك على ذلك؟ يعني هذه النقطة كمان ذكرنا هي يعني إشارة واضحة على أن الاقتصاد الأوروبي مقبل إلى فترة سلبية أكثر، والخوف من إفلاس بعض الشركات وبالتالي الضغوط أكبر على البنوك التجارية التي تلقت مساعدات مؤخرا وغير كافية هذه المساعدات يعني كاختبارات جهد إن صح التعبير في الفترة القادمة إذا ما كان هناك نزيف أو مزيد من الإفلاسات. نعم، سيد رائد الخضر شكرا جزيلا لك، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا لك.